صباح الخير، معكم الكوتش عصام، واليوم بدي اقدم لكم تمرين سميس امامي لعضلة الكتف. بنبلش، انتبه على الايدين، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نريح شوي، ناخذ نفس شهيق زفير، بنبلش بالعدة الثانية. نريح شوي ونبلش بالتمرين الثاني. التمرين الثاني رفرفة جانبي لعضلات الكتف الجانبية. نبلش، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. نريح شوي ونبدأ تمرين للكتف الخلفي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نريح شوي ونبدا اخذ دنابل. نبلش بالتمرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نثبت شوي، ننزل شوي شوي. هيك بتكون خلصت حلقتنا، شكرا كثير لكم.